والآن مع آخر أخبار الطقس والأحوال الجوية تستعرضها لنا في وقفة ثالثة وأخيرة مرة أخرى فاطمة خليل. ليكي فاطمة. شكرا محمد، شكرا هبة، وأهلا بكم مشاهدينا ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس بارد في الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 16، الصغرى 9، الإسكندرية 16-10، مطروح 15-9، بورسعيد 15-9، الإسماعيلية 17-9، وجوها مائل للبرودة. بالنسبة للسويس 16-8، العريش 16-9، طابة 16-10، شرم الشيخ 20-12، الغردقة 20-12، وجوها معتدل. بالنسبة للأقصر 18-7، أسوان 19-9، الوادي الجديد 18-4، شلاتين 22-15، حلايب 20-16، وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.